كيف حالكم أول؟ كيف أصبحت؟ أتمنى أن تكون دائما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة الرياضيات، مادة الرياضيات سيكون لدينا تكملة تمارين أسئلة أو تمارين وحدة بطاقة شكر بطاقة شكر. بدأنا البارحة بحل هذه الأسئلة وقمنا بتقطيع كلمات هذه الجمل. أما اليوم يا أول سنكمل حل تماريننا في صفحة 74 و75. لم نقم بحلها البارحة لأن كان الفيديو مدة طويلة عليكم، لا أريد إطالة الفيديو أكثر عليكم، لذلك سنكملها اليوم إن شاء الله تعالى أنا وأنتم. وإذا كان الفيديو سيكون طويلا لن أقوم بإطالته كثيرا عليكم لكي تستطيعوا مشاهدته كله إن شاء الله تعالى والمتابعة معي بشكل جيد إن شاء الله وبشكل مريح لكم. فاليوم يا أول سنكمل أنا وأنتم حل أسئلتنا صفحة 74 و75. هيا معي لنجهز أنا وأنتم كتابنا وأقلامنا لنحل سوية إن شاء الله تعالى. كونوا مستعدين وهيا معي يا أول. قمنا البارحة يا أول بتقطيع هذه الكلمات في الجمل. أتمنى أن تكونوا قد قطعتموها وأرفقتموها لي على المنصة إن شاء الله لأراها. وهنا يا أول قمنا بتقطيع الكلمات وتركيبها كما طلب من الأسئلة. هنا يا أول صفحة 74 سنقوم بحل أسئلتنا اليوم. وقبل أن نبدأ نريد كتابة اليوم والتاريخ. اليوم أحسنتم، الأربعاء نوع اللام، قمرية أبطال الأربعاء، الأربعاء. أما تاريخنا فتاريخنا اليوم 28 4/2021 ونحن في أكاديمية الذكاء الدولية، أكاديمية الذكاء الدولية. لا تكتبوها هذه إذا أردتم. أما الآن يا أول نبدأ بسؤالنا الأول السؤال الرابع عندي. أكمل الفراغ على نمط المثال. عندي هنا نجح منيرا إلى الصف الثاني. هذه جملة كاملة ولها معنى. نريد إكمال الفراغ في هذان الجملتان حسب هذه الجملة، وأن تصبح لدي جملة لها معنى. نأتي أولا. ذهب يزن إلى المكتبة الملونة أم المدرسية؟ هل المكتبة ملونة أم مدرسية؟ المكتبة المدرسية، أحسنتم. إذن ذهب يزن إلى المكتبة المدرسية. لام قمرية المدرسية. ولأنني معلمة مزعجة وأعلم ذلك نريد الآن تقطيع هذه الجملة. جهزوها هكذا. إلى قطعناها وهي صغيرة، نريد الكلمة وهي المكتبة. المكتبة تي المدرسية. تعالوا الآن بعد أن جهزناها سوية نقطعها أنا وأنتم. ذهب، هيا قطعوها لي، هل تعلمون ذلك؟ أعلم أنكم تعلمون. هيا قطعوا ذهب. قطعتموها أنتم أبطالي، تعالوا نقطعها سوية. ذهب حركة فتحة وهي قوية. أحسنتم، قوية بالفتحة. وبا قوية بالفتحة. ذهب. يزن نقطعها في الأعلى. يزن
يزنوا، قطعتموها رائعين. يا قوية بالفتحة، ز أيضا بالفتحة وهي قوية، نو قوية بالضمة. إذن ذا ها ب ذهب، يا ز نو يزن، ذهب يزن. إلى المكتبة، تي قطعوها وانتبهوا عندي لام قمرية وحركة وسكون. المكتبة تي قطعتموها أبطالي. ال لام قمرية تنزل في البيت الأول، ال مك حركة سكون ينزلان سوية، مك تا قوية بالفتحة، المك تا با قوية أيضا بالفتحة، المك تا با تي قوية بالكسرة. إذن عندي المك تا با تي المكتبة، ذا ها با ذهب، يا ز نو يزن. إلى المكتبة، المكتبة. نأتي إلى كلمتنا هذه هي أول، المدرسية، عندي فيها شدة، والشدة يا أول تكون هكذا، المدرسية، عندي الآن الشدة فيها حرف ساكن وحرف متحرك بالفتحة وتي، المدرسية. لتقطيعها نبدأ باللام القمرية، المد حركة سكون، را قوية بالفتحة، سي حركة سكون الياء التي من الشدة وهي ساكنة، سي عفوا بالكسرة وسكون، يا قوية بالفتحة وتي بالكسرة. إذن المدرسية، 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 المدرسية. نأتي إلى هنا يا أول، إلى الفرع الثاني لنكمل الفراغ على نمط المثال وتصبح لدينا جملة لها معنى. فرحة، فرحة. الطفل لام شمسية، فرحة الطفل باللعبة أيضا لام شمسية، باللعبة. الملونة، الملونة. نأتي إلى كلمة لو عليها شدة أحسنتم، ملونة، الملونة. أول فرحة الطفل باللعبة الملونة، ونريد تقطيعها، فرحة نريد تصغيرها لكي تتسع إلى الكلمات، استني انتظروا قليلا. الطفل عندي لام شمسية، الطفل ب اللعبة، الملونة سنقطعها هنا، الملونة. هذا يا أول للبيوت للكلمات، هذه بيوت الكلمات. فرحة نقطعها هنا، فرحة أحسنتم تقطيعها، فرحة، 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 فرحة،
ريحة فريحة. الطفل لام شمسية، ولكتابة اللام الشمسية عندي حرف ساكن وحرف متحرك بالكسرة. الطف وعندي سكون لي الطفل. أط أكتب أط، هي لام شمسية تكتب ولا تلفظ. أريد تكبير البيوت لدي لكي تتضح لديكم. أط طف حركة وسكون كسرة وسكون. أطف لو الطفل. الطفل. فريحة فريحة. الطفل الطفل. فريحة الطفل فريحة الطفل. باللعبة لام شمسية، ولكن قبل اللام الشمسية عندي حرف متحرك والحركات قوية. نأتي الآن ونتوقعها كلمة باللام الشمسية. اللعبة اللعبة. اللام اللا الحرف اللام من الحروف الشمسية. من الحروف الشمسية إذا أتى بعد اللام. اللعبة. لاحظوا لا أقول اللعبة اللعبة. اللعبة اللعبة. لام اللعبة. حرف الذي بعد اللام أتى عليه شدة فهو لام شمسية. لام شمسية. اللعبة. عندي شدة والشدة يخرج منها حرف ساكن وحرف متحرك. إذن عندي يا أول ال هكذا لعبة تي هكذا تكون الكلمة. ال ينزلان هكذا لأن اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ. ب ال لع حركة والسكون. ب قوية بالفتحة. ت قوية بالكسرة. ب ال لع ب ت ب اللعبة باللعبة. ب ال لع ب ت باللعبة باللعبة. إذا عندي فريحة فريحة. الطفلو الطفلو. باللعبة باللعبة. الملونة الملونة يا أول فيها عند الواو شدة والواو أو الشدة يخرج منها حرفان. إذن عندي يا أول الملونة. بما أننا عندنا شدة هنا يا أول في كلمة الملونة فالشدة يخرج منها صوتان يخرج منها صوتان. الآن من الشدة عندي حرف ساكن وحرف متحرك. الملونة تي الملونة. نقطعها الآن. لام قمرية تنزل في البيت الأول. المو قوية بالضمة. لو حركة سكون ينزلان معا. المو لو و قوية بالفتحة. نا قوية بالفتحة. تي قوية بالكسرة. إذن عندي المو لو و ناتي الملونة. إذن الجملة عندي فريحة فريحة. الطفل الطفل. باللعبة باللعبة. الملونة الملونة. إذن كانت عندي يا أول ذا
ه ب ذهب ي ز ن يزن إلى ال المكتبة المكتبة المدرسية المدرسية فرح فرح الطفل الطفل باللعبة اللعبة باللعبة الملونة الملونة. نأتي إلى سؤالنا الثاني، أضع الكلمة المناسبة في الفراغ ثم أقرأ. عندي أول الكلمات التي درسناها في حصص التهجئة: أمام، خلف، فوق، تحت. نريد وضعها في هذه الجمل بالطريقة المناسبة لتصبح الجملة لها معنى ومعنى صحيح. لا تترك طفلا فراغ مقود السيارة. مقود السيارة هي العجلة التي نسوق أو نقود بها السيارة، تتحكم باتجاهات السيارة. لا تترك طفلا أمام مقود السيارة، خلف مقود السيارة، فوق مقود السيارة، تحت مقود السيارة. إذن لا تترك طفلا أمام أم خلف أو فوق تحت. فوق وتحت لا تزبط، لأن الفوق هي أن تكون في الأعلى وتحت أن تكون في الأسفل. مقود السيارة ها هو، مقود السيارة هنا والطفل سيكون هنا. هو أمام أم خلف؟ الطفل أمام أم خلف؟ مقود السيارة هنا في الأمام والطفل هنا، إذن الطفل خلف. لا تترك طفلا خلف مقود السيارة، نكتب كلمة خلف، خلف، خلف. لا تترك، لا تتري أو تترك، لا تترك، لا تترك طفلا، طفلا. لا تترك أو لا تترك طفلا، لا تترك طفلا خلف، خلف مقودي، مقودي السيارة، السيارة. نريد تقطيع السيارة لأن فيها لام شمسية وشدة لنتدرب أكثر عليها، فقط كلمة السيارة يا أول. السيارة، لاحظوا أصل الكلمة ستكون هكذا، عندي شدة في السين فستكون عندي حرف ساكن، حرف متحرك بالفتحة، عندي الياء بالشدة حرف ساكن، حرف متحرك لكن معه ألفا ممدودة، را تي. هكذا تكون كلمتنا. نأتي الآن لتقطيعها، ستكون كبيرة نوعا ما لذلك سنكبرها لتكون واضحة لكم. السي يا را تي. نأتي لتقطيعها، أس سي يا را تي. هكذا يكون تقطيع كلمة السيارة، السيارة. إذن لا تترك طفلا خلف مقودي السيارة. إذن لا نترك طفلا خلف مقود السيارة لأن هذا خطر عليه. نأتي إلى هنا، وقف الشرطي أمام، خلف، فوق، تحت المظلة. وقف الشرطي أمام المظلة، هل يجوز أن يقف أمام المظلة؟ لا، لن تكون ضابطة، لن تكون لها معنى واضح. خلف المظلة أيضا لا. فوق المظلة، هل يقف فوق المظلة؟ لا. تحت المظلة؟ نعم، أحسنتم، إذن هي تحت
المظلة اكتبوها لنا، ولأن فيها شدة نريد تقطيعها لنتدرب أكثر أنا وأنتم على تقطيع الشدات يا أول. اكتبوا البيت بجانبها. المظلتي، وأصل الكلمة لأن فيها شدة هي المظل، الشدة حرف ساكن حرف متحرك بالفتح وتاء عليها كسرة. المظلة، المظل حركة سكون ظل، لا تي المظلة تي المظلة. لا عيبة لعبة. الأولاد الأولاد لعب الأولاد. أمام البيت خلف البيت فوق البيت تحت البيت. خلف وتحت استخدمناهم. لعب الأولاد أمام البيت أم فوق البيت؟ وعندي هنا لا تنسوا جلس عامر أمام العشب أم فوق العشب؟ إذن هنا سنكتب أمام. أحسنتم، الكلمة الأضبط لها أو الأفضل لها والأنسب هي أمام. لماذا؟ لأن عندي هنا جلس عامر أمام العشب أم فوق العشب؟ فوق العشب. نكتب هنا فوق. فوق فوق. ولأن هنا عندي لام قمرية ولام قمرية وحركة وسكون، حركة وسكون تعالوا نقطعها لأن الحركة هذه أيضا في التقطيع مهمة يا أول. ال تعالوا نكتبها أسفلها لأن ليس فيها شدات. نكتبها هنا ونكتبها هنا على العشبة البيت. ال بيتي ال عشب العشبي. ال لام قمرية. ال باي حركة سكون. باي تي ال قمرية. أحسنتم. عش حركة سكون. بي العشبي. إذن يا أول جملنا كانت لا تت روك لا تترك طفلا. لا مقطع لوحدها. تترك لا تترك طفلا. خلف مقودي مقودي السيارة تي السيارة. لا تترك طفلا خلف مقود السيارة. وقف وقف الشرطي. ما رأيكم أن نقطعها لأن فيها شدة؟ هيا معي. عندي شدات فيها. أصلها ستكون هكذا. شر طي وعندي شدة هنا. طي لتقطيعها يكون عندي يا أول هنا سكون اللام والشين الساكنة. شر حركة سكون. طي حركة سكون. يو الشرطي. لا أعلم إذا كانت واضحة لكم لكن هكذا ستكون لكم. الشرطي عفوا كسرة وسكون. يو هكذا يكون تقطيع الكلمة لكلمة الشرطي. وقف الشرطي الشرطي تحت المظلة المظلة. لعب
لعب، الأولاد، الأولاد، أمام، أمام، البيت، البيت، لعب الأولاد أمام البيت، جلس، جلس، عامرا، عامرا، فوق، فوق، العشب، العشب، جلس عامرا فوق العشب. لبما أن الفيديو أصبح عليكم طويلا سنكمل هذه غدا إن شاء الله. تبقى يا أول لدينا هذه الصفحة وهذه سريعة إن شاء الله تعالى، سوف نقوم بحلها إن شاء الله غدا، هذه وهذه، ولن يكون لديكم إن شاء الله واجب في هذا الكتاب ولهذه الوحدة إن شاء الله تعالى، سيكون عليكم الأمور سهلة. ولا تنسوا تقطيع هذه الكلمات أيضا والإرسالها لي على المنصة إن شاء الله. دمتم بحب الرحمن وحفظه دوما إن شاء الله تعالى. ألقاكم على خير أحبة الصغار، إلى اللقاء.